أخبار اليوم. نتعرف بحضرتك يا فندم. العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية غادير. أهلا بك يا فندم. كنا حابين نعرف الهدف في الاجتماع النهاردة، خاصة بعد مرور ست سنوات على آخر اجتماع في الرباط. الاجتماع اليوم هو اجتماع لجنة وزراء التجارة الخارجية، وهي اللجنة هي مؤسسة من المؤسسات المهمة في اتفاقية غادير، وبطبيعة الحال لظروف متعددة لم تجتمع منذ 2010، ومن هذا يكتسب هذا الاجتماع أهميته، لأنه أولا سيناقش قضايا جد مهمة، وكما لاحظتم وقع معالي الوزراء على عدة مذكرات واتفاقيات التي أنجزناها بداخل الوحدة الفنية بالتعاون مع خبراء الدول، وكل هذا من شأنه أن يحسن المناخ العام للمبادلات واللبنات مسلسل برشلونة. ولهذا السبب فهي بقدر ما تهم الدول الموقعة الاتفاقية، الدول الأربع، كذلك تهم أوروبا، الاتحاد الأوروبي عموما. ولهذا الغرض فهي تستفيد من الدعم المادي والدعم الفني للاتحاد الأوروبي، وهذا هو سبب المشاورات والمناقشات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في هذه المرحلة المفصلية، لأننا نمر من ما يسمى أكادير 3 ودعم أوروبي، ونطمح إلى المزيد من الدعم الأوروبي في إطار مرحلة مقبلة أكادير 4. أكادير 4 الدعم المنتظر من الاتحاد الأوروبي كام؟ هو لحد الآن الدعم هو 4 ملايين أورو. بالنسبة لأكادير 4 يمكن أن يكون أكثر شوي، ولكن على الأقل يكون في نفس المستوى، هذا هو المؤمل. طب تحدثنا عن حجم التبادل التجاري بين دول غدير المجتمعين كام؟ المجتمعين لا يتعدى 5 ملايير دولار، وهي بطبيعة الحال حجم جد متواضع، ولكن ما يمكن أن نقول أنه لا يجب أن ننظر إلى الاتفاقية فقط على أساس أنها اتفاقية لمبادلات تجارية، فهي أولا اتفاقية تهدف إلى اندماج على أسس تراكم المنشأ، والحديث عن تراكم المنشأ هو يحيلنا أصلا على اندماج صناعي، وعندما يكون هناك اندماج صناعي واقتصادي وكذلك أحداث جيوستراتيجية بالمنطقة، يعني هادو عناصر لا بد أن ندخلهم في الحسبان لشرح لماذا لم تتطور التجارة بين الدول. ولكن أملنا كبير أنه بطبيعة الحال يجب أن نغير المنهجية، يجب أن يكون انخراط أكثر للقطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص هو المحرك لأي اتفاقية، ليست الحكومات ولا الرسميين. ولهذا فطموحنا كبير أننا نذهب بعيدا في هذا الإطار. فيما يتعلق بالمستثمرين، سؤال أخير، فيما يتعلق بالمستثمرين في بعض القيود الجمركية بين الدول، هل ما زالت الاتفاقية تحتاج إلى تعديلات أو أطر تشريعية جديدة أم ماذا؟ نحن خلقنا لجنة جمركية يجتمع فيها رؤساء المصالح الجمركية لتدارس جميع الإشكالات التي تطرح في الجمارك، وهي لجنة تجتمع بانتظام سنويا وتأخذ قرارات جد مهمة، والقاهرة سنتشرف بأن تستقبلنا القاهرة يوم 13 من هذا الشهر إن شاء الله في هذه اللجنة الجمركية، والتي يحضرها رؤساء الجمارك، ونتحدث عن جميع التسهيلات التي يمكن أن تعطى في إطار الجمارك للمتعاملين الاقتصاديين. شكرا جدا يا فندم. شكرا لكم.